يسأل عن معنى مرقدنا، مرقدنا من الذي كنا فيه في القبر، يعني كان نعم. وهذا ليس فيه دليل على أنه ليس في القبر عذاب، كنت ترقد وتعذب وأنت راقد أيضا. ألا ترى أن النائم الذي يحلم حلما، ممكن واحد نائم في الدنيا في الدنيا ويرى أن ثعبانا يطارده وأن عدوا ويرى أنه يقطع، في النهاية يستيقظ الحمد لله أنه كان حلم، مع عذب شديدا في المنام بس في النهاية يقول كده. فالكافر لما يرى العذاب الأكبر ينسى العذاب الأصغر يوم القيامة. إذا رأى الكافر العذاب الأكبر نسي العذاب الأصغر الذي كان في القبر. أمثل لك بمثال، رجل دخلت في رجلي شوكة فآذته أذى شديدا ثم سلم الله وخرجت طول الليل لما ينام، وبعدها بسنة دبت في رجلي آفة فقال لابد أن تنشر الرجل. نشرت الرجل، هل يأتي يوم يقول يا الله كان مر علي يوم في رجلي في الشوكة، أو أن نشر الرجل سينسيه؟